السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شروحات مدونة ثورة اللينكس وموقع مجتمع أسس. إن شاء الله في هذا الشرح هنتعرف ونلقي نظرة أيضا على توزيعة أوبنتو متى 17/10 أو أوبنتو ميت 17/10. طبعا توزيعة أوبنتو متى هي توزيعة حرة ومفتوحة المصدر أيضا، وهي مبنية بشكل أساسي على توزيعة أوبنتو، لكن الفارق بينها وبين التوزيعة الأساسية في أوبنتو هي أن سطح مكتب التوزيعة هو سطح مكتب متى، وهو سطح مكتب رائع وخفيف وجميل أيضا. نشوف مع بعض الموقع الرسمي وطريقة الحصول على ملف الآيزو. هذه مدونة ثورة اللينكس، هي مدونة مختصة في البرمجيات الحرة ونظام لينكس ويونكس. هذا مجتمع أسس ومجتمع نقاش حر، يعني ما شاء الله تبارك الله يتواجد فيه مجموعة كبيرة من الشباب الخبراء اللي يعني يقدموا المساعدة ويدعون لكل من يحتاج له. فقط إذا عندك أي استفسار أو نقاش فقط أفتح موضوع في هذا الموقع، وإن شاء الله تجد الرد والدعم مباشرة. هذا الموقع الرسمي لتوزيعة أوبنتو متى. طبعا الإصدار اللي هنشرح عليه هو 17/10. للحصول على ملف الآيزو نجي للداونلود. طبعا عندنا 64 بت وعندنا 32 بت. مثلا انا هستعمل 64 بت. هذه هي النسخة 17/10، تضغط عليها. طبعا تختار اذا كنت يعني تبغى تحمل دايركت فالتورنت، هذا هو ملف التورنت. وايضا يوجد ملف او رابط تحميل مباشر، هذا ملف البصمة. من هنا تستطيع انك تحصل على ملف الايزو الخاص بتوزيعة أوبنتو متى. طبعا هذا الويكي الخاص بتوزيعة أوبنتو متى، في كل شيء. لاحظ يعني في شروحات رائعة جدا، يعني اي شخص ممكن يعني اثناء تحميل التوزيعة وتشغيلها، قبل تحميلها وتشغيلها، ممكن يطلع على المستندات او الويكي ويتعرف على التوزيعة وميزات التوزيعة، وبعد كذا يقرر انه يستخدمها او لا يستخدمها. فمن الافضل انك تطلع على الويكي، لانه الويكي فيه له كل شيء عن التوزيعة. هذا هو الموقع الرسمي لواجهة متى او سطح مكتب ديسكتوب. اخر اصدار هو 1.18. يعني هذه التوزيعات اللي تستخدم ايضا سطح مكتب مت، توزيعات كثيرة يعني صراحة. فري بي اس دي ايضا بيستعمل. هذه التطبيقات الافتراضية اللي تجي مع ديسكتوب مت. الان بعد ما عرفنا
طريقة الحصول على ملف الايزو. الآن نقوم بتنصيب توزيعة اوبنتو ميت على الفورتشال بوكس. طبعا الخطوات اللي تتم عملها على الفورتشال بوكس هي نفس خطوات التنصيب اللي تتم على الجهاز. نشغل الفورتشال بوكس الآن. الآن نعمل جهاز جديد، نضغط على نيو، نعطي اسم الجهاز نسميه اوبنتو بعدين مت لينكس، طبعا النوع 64 بت طبعا حسب الايزو اللي عندك. مثلا اذا كان 32 بت فتختار 32 بت، لكن عندي انا الان 64 بت فاختار 64 بت، فهذه الاعدادات الصحيحة. نعمل نيكس. الان نحدد حجم الرام اللي حنعطيه لهذا الجهاز الجديد. نيكس ايضا نيكس. الان نحدد حجم الهارد ديسك لهذا الجهاز الجديد او الوهمي، اعطيته 20 جيجا. الان عملنا جهاز وهمي جديد سميناه اوبنتو ميت، فالان علينا ضبط الاعدادات الخاصة بهذا الجهاز. طبعا نضغط على سيتنج، بعدين نجي على سيستم. عندنا السي بي يو، طبعا في بعض الاجهزة مثلا 8 سي بي يو ممكن تعطي 3 سي بي يو ايضا، فانا عندي 4 سي بي يو فاعطيه 2. بعدين اشير على هذا المربع، نجي للديسبلاي نخلي 128 ميجا، ايضا نأشر على enable 3D storage. ايضا الان نحضر ملف الايزو اللي نزلناه من الموقع، فنجي نضغط على هذا المربع او هذه الايقونة، بعدين choice disk اوكي. نروح على داونلود، مثلا الملف موجود فيه ملف الايزو، هذا هو ملف الايزو اللي حصلنا عليه من موقع اوبنتو ميت. الاعدادات الباقية يعني في الوقت الراهن ما نحتاجها، فنضغط على اوكي. كذا نكون الان عملنا جهاز وهمي جديد سميناه اوبنتو ميت، وايضا ضبطنا اعداداته. فقط الان نقول بسم الله ونضغط على ستار عشان نبدأ عملية التنصيب. الآن هذا هو معالج التنصيب الخاص بتنصيب توزيعات اوبنتو ميت. طيب اذا كنت حابب انك مثلا تشغل التوزيع لايف وتجربها قبل التنصيب، ممكن تضغط على هذا المربع وهذا الايقونة، لكن في هذا الشرح حنقوم بتنصيب التوزيع. فنضغط على انستول اوبنتو ميت. الآن عندك المربع الاول تأشر عليه اللي هو تنزيل التحديثات الخاصة بأوبنتو ميت أيضا. بعدين المربع الثاني أيضا نضغط عليه عشان ننصب بعض التطبيقات والبرامج مثل تعريف الواي فاي للهاردوير والإمبي 3 والفلاش عشان ننزلها أثناء التنصيب. الآن نضغط على كونتينيو مواصلة. الآن وصلنا إلى خطوة البارتيشن أو التنصيب أو الهارد ديسك. طبعا هنا بيقول لك هيعمل مسح لجميع الهارد ديسك عشان ينصب متى. طبعا عندنا نحن هارد ديسك واحد، إذا كنت حابب أنك مثلا تعمل تشفير الهارد ديسك، معنى تشفير الهارد ديسك
عند إغلاء عن النظام يظهر لك مربع لازم تضيف فيه الباسورد أو إنك ما تستطيع إنك يعني تدخل للنظام. إذا فقدت الباسورد هذا فأقول على نفسك السلام. فالآن فيعني ما أنا محتاجين نشفر، فنخليه عادي، نضغط على انستول ناو تأكيد أيضا، لأنه حيعمل فورمات للهارد ديسك وحتخسر أي شيء إذا كان أو على الهارد ديسك، فما عندنا شيء، فعندنا هارد ديسك واحد فقط. كونتينيو تأكيد. الآن تختار المنطقة الزمنية، مثلا أنا في الرياض السعودية، ممكن تختار أي مكان، مثلا مصر طبعا طوالي مباشرة، ومن هنا تختار دولتك عشان يضبط التوقيت واللغة. نعمل أيضا مواصلة. الكيبورد الآن الكيبورد خليه زي ما هو إنجليزي. الآن نضغط على نيكس. الآن نضيف المعلومات الخاصة بنا، مثلا اسمك كامل، اسم الجهاز طبعا اسم الكمبيوتر، بعدين اسم المستخدم اليوزر، الباسورد الخاص باليوزر، إذا كان يعني أنت فقط اللي تستعمل الجهاز ما عندك أحد بيستخدم جهازك فممكن تأشر هنا فيكون الدخول مباشرة بدون طلب الباسورد الخاص بك. لكن إذا كان الجهاز مثلا عليه أشياء مهمة وأنك ما تحب أحد يدخل على جهازك فتأشر هنا على هذا المربع، فأثناء الدخول لازم تكتب الباسورد أو ما تستطيع الدخول للنظام. الآن نضغط نيكس. الآن تبدأ عملية تنصيب توزيعات أوبنتو ميت. هذه خطوات تنصيب التوزيع سهلة جدا، وما وتنصيبها ما يستغرق وقت، فقط لحظات وإن شاء الله يكون كل شيء جاهز. طبعا هيكون الشرح اجزاء، فالجزء الاول هو تنصيب او طريقه الحصول على ملف الايزو وايضا تنصيب توزيعات اوبنتو ميت. الجزء الثاني هيكون نظره عامه على التوزيعه وضبط بعض الاعدادات ايضا والتخصيص والتيمات، اشياء هنشوفها مع بعض ان شاء الله. والتوزيع ايضا يعني ضبطها وتخصيصها سهل جدا. ايضا الجهاز اللي عندي الان انا منصب عليه نفس التوزيع هذه، توزيعة اوبنتو ميت. حبيت اني اجربها وصراحة رائعة.
الآن انتهينا من التنصيب، فقط نضغط على هذا المربع عشان نعمل ريستارت للنظام. ايضا نضغط انتر عشان يعمل إعادة تشغيل للنظام. الآن نكتب الباسورد الخاص بنا، هذا لوحات الدخول. اوكي، نضغط انتر. هذه هي توزيعة اوبنتو ميت، هذه شاشة الترحيب. كده وصلنا الآن إلى نهاية الجزء الأول، اتعرفنا فيه على طريقة الحصول على ملف الايزو، أيضا تعرفنا على طريقة تنصيب التوزيعة. إن شاء الله الجزء الثاني حنشوف كيف نضبط الإعدادات وكيف نخصص التوزيع إن شاء الله، ونقول لكم مع السلامة وفي أمان الله.